وزراء المجر. بالتأكيد هناك تفاهم مشترك، هناك توافق سياسي بين البلدين، هناك علاقة ثنائية متميزة بين بلدينا الصديقين، وهناك حرص متبادل على مزيد من تطوير هذه العلاقات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. السيدات والسادة، تأتي هذه الزيارة بالتأكيد لتعكس كما ذكرت العلاقة الطيبة التي تجمع بين البلدين، وفي إطار التشاور المستمر على مستوى قيادتي البلدين. بالتأكيد هذه الزيارات المتبادلة تعطي زخما للعلاقة الثنائية بين بلدينا، وفرصة للتبادل الرؤى والتشاور حول كيفية مزيد من تطوير هذه العلاقات، وأيضا التشاور حول العديد من الملفات الإقليمية والدولية التي تهم بلدينا الصديقين. بالتأكيد كان هناك كما ذكرت زيارات متبادلة على أعلى مستوى، كان في مقدمتها زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجر في أكتوبر 21، ثم زيارة السيد رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان إلى مصر في فبراير 2023، وهي الزيارة التي أسهمت في ترفيع العلاقات بين البلدين الصديقين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، والتي نتطلع إلى المزيد من تطويرها في كافة المجالات. وبهذه المناسبة أتوجه بخالص التهنئة من خلال صديقي الوزير سيارتو إلى دولة المجر التي تتولى منذ الأول من يوليو الماضي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية هذا العام، ونؤكد دعم مصر للمجر خلال فترة الرئاسة الدورية، كما نتوقع من المجر دائما، وهو ما نتوقعه دائما، مزيد من الدعم للمواقف المصرية داخل أروقة الاتحاد الأوروبي. السيدات والسادة، أكدنا في لقائنا اليوم على التزام بلدينا بالعمل على المزيد من تطوير العلاقات الثنائية. هناك علاقة تتطور بشكل دائم في مختلف المجالات، وهناك إرادة سياسية من فخامة الرئيس ومن رئيس الوزراء المجري بالعمل على مزيد من تطوير هذه العلاقات. هناك أيضا تعاون، السيد وزير الخارجية يتولى أيضا حقيبة التجارة في المجر، وبالتالي هو يتولى مسؤولية دفع العلاقة بين البلدين ليس فقط في المجالات السياسية، ولكن أيضا في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية. هناك تعاون كما تعلمون وثيقا للغاية في قطاع النقل وفي تحديث قطاع السكك الحديدية في مصر. لا ننسى المشروع الكبير الخاص بتوريد أكثر من 1350 عربة قطار، وهو الصفقة الأكبر من نوعها في تاريخ هيئة سكك حديد مصر. وبالتأكيد هناك عملية التسليم تتم بوتيرة إيجابية وبوتيرة جيدة للغاية. تم توريد أكثر من 970 عربة قطار، والمتبقي يتم توريده وفقا للجدول الزمني. وهناك لقاء لمعالي الوزير مع معالي الفريق نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، لأن هناك شق أيضا يتعلق بتصنيع عدد كبير من عربات القطار هنا في مصر في إطار نقل التكنولوجيا وفي إطار سياسة الدولة المصرية بالعمل على توطين الصناعة داخل مصر. تحدثنا أيضا عن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ومزيد من تطوير هذه العلاقات. تحدثنا أيضا وهناك لقاء لمعالي الوزير مع معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وسيتم تنظيم
الدورة لمجلس رجال الأعمال. هناك وفد من رجال الأعمال المجري يرافق السيد الوزير بيتر سياترو، ونحن حريصين على مزيد من تفعيل العلاقة التعاون بين القطاعين الخاص المصري والمجري لمزيد من دفع الاستثمارات المجرية في مصر هنا ومزيد من تطوير هذه العلاقات. هناك علاقات تعاون قوية في المجال الزراعي وفي المجال المائي، هناك تكنولوجيا مجرية متقدمة في مجال إدارة الموارد المائية وترشيد استخدام الموارد المائية، وسيكون هناك إعلان عن مشروعات للتعاون في هذا القطاع قريبا بالتعاون مع وزارة الزراعة والوزارات المعنية المصرية. هناك أيضا التعاون في مجال التبادل الطلابي، ونحن نشكر المجر على المنح الدراسية التي تقدم للطلبة المصريين والتي وصلت الآن بعد زيادتها إلى 200 منحة دراسية، ونتطلع إلى مضاعفة هذا الرقم قريبا إن شاء الله. أيضا تحدثنا عن التعاون في مجال السياحة وقطاع السياحة، ويعني نحن سعداء دائما ونرحب دائما بالسائح المجري ضيفا عزيزا على مصر، ونجحنا في الفترة الأخيرة إلى الوصول إلى معدل التدفق السياحي من المجر إلى مصر للمعدل الذي كان قائما قبل جائحة الكورونا، وهذا أمر مبشر ولكن نريد المزيد. تحدثنا اليوم عن زيادة رحلات الطيران المباشرة من المجر إلى المطارات المصرية، بما فيها مطار سفينكس، بما فيها مطار شرم الشيخ، بما فيها مطار الأقصر، وأيضا هناك استعداد لدى شركة مصر للطيران لزيادة رحلاتها بما يتجاوب مع الطلب العالي من الجانب السائح المجري للاستمتاع بالمقصد السياحي المصري المتميز. تحدثنا أيضا عن العديد من الملفات الثنائية في مجالات بناء القدرات وفي مجال التعاون الثلاثي الموجه للقارة الإفريقية. هناك مشروع طموح للتعاون في إفريقيا، والنموذج الأول سيكون في غانا في القطاع الطبي، وهناك أيضا قطاع الأدوية والتصنيع المشترك للدواء، لأن هناك سوقا إفريقيا كبيرا، ومصر لديها ميزة تنافسية كبيرة في صناعة الدواء، وأيضا هناك تميز في صناعة الدواء المجرية، ومن ثم التعاون المشترك في هذا القطاع أمر يحقق مصلحة مصر ومصلحة المجر بطبيعة الحال. تحدثنا عن التعاون في مجالات الاستثمار ومضاعفة الاستثمارات المجرية في مختلف القطاعات، وكما ذكرت هناك انعقاد لمنتدى الأعمال المصري المجري اليوم لبحث مزيد من تطوير العلاقات. هناك التعاون أيضا في قطاع الطاقة بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة، إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره، ومرة أخرى نعرب عن تمنياتنا بالنجاح والتقدير لمنتدى الأعمال المصري البلجيكي الذي سيعقد اليوم. كما ذكرت برنامج توريد عربات القطار السكك الحديدية يمضي قدما وبوتيرة متسارعة، وكما تعلمون وقعنا منذ قليل بوجود معالي وزير الكهرباء والطاقة المصري على اتفاق على مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون في مجال تكنولوجيا المفاعلات النووية. لدينا مفاعلات الأربعة في منطقة الضبعة، وهناك أيضا محطة باكش
اثنين المجرية، والمحطتان تستخدمان ذات التكنولوجيا في توليد الكهرباء من الطاقة النووية. والسيد معالي وزير الكهرباء والطاقة المصري تناقش أيضا مع الوزير بيتر سيارتو حول مزيد من التفاعل في مجال التعاون في مجال الطاقة بشكل عام، سواء كانت الطاقة الجديدة والمتجددة أو طاقة الرياح أو الهيدروجين الأخضر، فضلا عن توليد الطاقة بطبيعة الحال والكهرباء من المفاعلات النووية. ويعني بعد أن أتحدث وتحدث الوزير المجري، سأطلب تكرم معالي الوزير ليتحدث عن هذا التعاون في هذا القطاع. أخيرا وليس أخيرا، تناولنا العديد من الملفات الإقليمية والدولية التي تهم بلدينا الصديقين. بطبيعة الحال الأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية كانت على رأس هذه الملفات التي تم تناولها، وتم التأكيد على الأولوية القصوى لوقف الفوري للعدوان ولإطلاق النار في قطاع غزة والتوصل إلى صفقة، وهو ما أكده الجانب المصري، سرعة التوصل إلى صفقة لتقضي بإطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى المحتجزين، وأيضا تضمن النفاذ الكامل وغير المشروط لكافة المساعدات الإنسانية والطبية إلى أهالينا في قطاع غزة. تحدثت أيضا من جانبي عن أنه لا سلام عادل ودائم في المنطقة بدون حل القضية الفلسطينية باعتبارها لب الصراع على أساس المرجعيات الدولية وإقامة الدولة. نحن لا نتحدث عن تنفيذ حل الدولتين فقط، ولكن نتحدث لأن هناك دولة قائمة بالفعل هي دولة إسرائيل. ما نريد ونركز عليه من جانبنا ونتحدث عنه هو تنفيذ حل الدولة الفلسطينية وإقامتها في أسرع وقت ممكن على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. تحدثنا بطبيعة الحال عن العديد من الأزمات المتفجرة والتي تحيط بمصر من كافة الاتجاهات الجغرافية والاستراتيجية. تحدثنا عن الاتجاه الغربي، عن الأزمة الليبية والأهمية التوصل إلى اتفاق يقضي بسرعة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، وبما يحفظ لليبيا وحدتها، وأن تكون هناك ملكية ليبية للتسوية بعيدا عن أي تدخلات خارجية، لأن الدور الخارجي للأسف الشديد يتسم بالسلبية إن كان في هذه الأزمات، وبالتالي لابد من التحرك الفوري لعقد الانتخابات والحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية والعمل على توحيدها بأسرع وقت ممكن. تحدثنا أيضا عن الأزمة المتفجرة في السودان والأعباء الهائلة التي تتحملها الدولة المصرية في استيعاب مئات الآلاف بل الملايين من أشقائنا سواء من السودان أو من سوريا أو من ليبيا أو من مختلف أو من اليمن أو من الأشقاء الفلسطينيين. وتحدثنا أيضا عن أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان، يحفظ للسودانيين أرواحهم ويحفظ الدم السوداني بطبيعة الحال. وتحدثنا عن أهمية نفاذ المساعدات إلى داخل السودان والوقف الفوري لتدفق أي أسلحة إلى داخل السودان، كما تحدثنا عن الوضع في منطقة القرن الإفريقي، وشددت على وحدة الأراضي الصومالية والرفض الكامل لأي سياسات أحادية تنال من وحدة الصومال. تحدثنا عن الأمن المائي المصري وأنه لا تفريط في قطرة مياه إلى مصر، لأن ما يرد إلى مصر سنويا من مياه النيل التي نعتمد عليها كليا لا تكفي حتى 60% من احتياجاتنا السنوية
وبالتالي تقوم مصر بإعادة تدوير المياه أكثر من مرة حتى نسد الفجوة الحالية، وبالتالي لا مجال عن التنازل عن قطرة مياه واحدة، لأنها حتى بالمعدلات الراهنة لا تكفي احتياجاتنا. تحدثت عن أنه هناك ضرورة حتمية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتشغيل السد بطبيعة الحال. أخيرا وليس أخيرا، تحدثنا عن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وهناك تقدير مجري وتقدير أوروبي كامل للدور العظيم الذي تطلع به مصر فيما يتعلق باستضافة أكثر من 10 مليون ضيف على الأراضي المصرية، رغم كل الأعباء التي نتحملها ورغم كل التحديات الاقتصادية التي نحن لسنا مسؤولين عنها، وإنما نتيجة لظروف دولية غير مواتية. وأكدت لمعالي الوزير على أن هناك ضرورة وأولوية لقيام الجانب الأوروبي بمسؤولياته من خلال توفير أقصى درجات وأقصى مستويات الدعم الاقتصادي والتنموي إلى مصر لمساعدتها في التعامل مع هذه الأوضاع الشديدة الصعوبة، وإلا لن نكون قادرين على التعامل مع هذه المسألة. وبالتالي من الأفضل على الجانب الأوروبي أن يضاعف دعمه ويوفر إمكانيات هائلة للتعامل مع هذه المشكلة، وأيضا نضاعف الاستثمارات الأوروبية إلى مصر حتى نستطيع التعامل مع هذه المشكلة ودعم ضيوفنا من مختلف الأشقاء المتواجدين على الأراضي المصرية. مرة أخرى أرحب بالضيف الكريم صديقي بيتر، وأطلب منه أن يتحدث إليكم. شكرا جزيلا. معالي الوزير المحترم، سيداتي سادتي، نهاركم سعيد. أود أن أشكر هذه الدعوة وهذه الضيافة الرائعة التي حظيت بها وأحظى بها هنا في القاهرة. إن الحوار الثنائي بين مصر والمجر دائما لها أبعاد استراتيجية، خاصة عندما نكون نعيش في زمن المخاطر كما هو الحال اليوم. ونحن اليوم نحن المجريون والمصريون نعرف ماذا تعني كلمة زمن المخاطر، لأن كلانا وكلا بلدينا موجودان في جوار مناطق فيها حروب ونزاعات مسلحة، وكلانا نعرف وكلانا نواجه مسألة الهجرة غير الشرعية والتحديات الناجمة عنها. نحن نود أن نعيش في أمان، ولهذا نحتاج إلى أمرين. أولاً إنهاء الحروب التي تعصف بمنطقتنا بأسرع وقت ممكن، وثانياً موجات الهجرة التي أيضاً تعصف بمنطقتنا يجب أن نوقفها في أسرع وقت ممكن. مصر لها دور كبير في كلا المسألتين. جمهورية مصر العربية هي أحد ضمانات الأمن الأوروبي، أحد أهم ضمانات الأمن الأوروبي. مصر هي الحاجز الحامي والستار الواقي لجنوب القارة الأوروبية. المجر تحترم كثيرا الدور اللي تلعبه مصر في إيقاف الهجرة غير الشرعية، ونحن نثمن ونقدر أنه لا يوجد ضغط على أوروبا من ناحية مصر في مسألة الهجرة. لو لم تتصرف هكذا، لو كان السلوك مصر مختلفا، لو سمحت مصر للمهاجرين بالدخول، لكانت هناك موجات مهاجرين قادمة من مصر إلى أوروبا لا نستطيع التعامل معها. ولكن الغريب، ولكن الأمر الواقع اليوم في بروكسل أن بروكسل تشكل التهديد لأوروبا
ومصر تشكل الحماية لأوروبا فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية. مصر تحمي أوروبا من المهاجرين غير الشرعيين، وبروكسل بسبب سياستها الخاطئة تضاعف وطأة الهجرة غير الشرعية على القارة الأوروبية. الدور المهم اللي تلعبه مصر، وبسبب هذا الدور نحن نسرع بأن ما تم الاتفاقية التي تم توقيعها في شهر يونيو بين مصر والاتحاد الأوروبي عن الدعم المالي من أوروبا لمصر، نحن نطلب من الاتحاد الأوروبي أن يحول هذه المبالغ بأسرع وقت ممكن إلى مصر. كذلك نحن نعجل أن في إطار أنه من صندوق السلام الأوروبي أن تحصل مصر على مساعدة مالية لحماية حدودها، لمساعدتها في تأمين حدودها. مصر عندها مسؤولية حماية 5000 كيلومتر من الحدود، منها السوداني والليبي. الحدود مع السودان وليبيا أكثر من 2200 كيلومتر، وهذين الحدودين يضع جمهورية مصر العربية أمام تحدي كبير من ناحية الهجرة غير الشرعية. لو خسرنا التعامل الإيجابي لمصر معنا في مسألة الهجرة غير الشرعية، وقتها سيكون عندنا مصاعب كبيرة في التعاطي مع الضغط الذي سيتشكل على أوروبا، ونحن نحتاج إلى الحلفاء كمصر، لأننا في 20 سنة القادمة سيزيد عدد سكان أفريقيا بمقدار 750 مليون نسمة، وهذا إما سيؤدي إلى النتيجة أن تكون هناك كارثة إنسانية، أو سيكون هناك موجات ضغط هائلة من المهاجرين على أوروبا. حتى نتجنب الحالتين يجب علينا وضع استراتيجية تنموية لأفريقيا، وهذا من وجهة نظر الأوروبية. تحدثنا أيضا عن التحديات الحروب والنزاعات المسلحة التي تهدد منطقتنا. أنا فخور بأن أقول بأن المجر مع مصر تقف إلى جانب السلام وفي كتلة السلام في صف واحد. نحن اتفقنا على أن الحرب الجارية في أوكرانيا ليس لنا أي علاقة بها، ولكن كلا البلدين يدفع الثمن الباهظ لهذه الحرب عن طريق أسعار الطاقة، تكاليف الطاقة المرتفعة وأسعار المواد الغذائية المرتفعة، وطبعا التضخم الذي يحيط بنا. طبعا الحروب لن تنتهي لوحدها، لذلك يجب علينا أن نعمل بجد وبجدية حتى يتوقف النزاع وتبدأ المحادثات. في الشرق الأوسط أيضا نحن مصلحتنا أن نوقف التصعيد وأن نعيق التصعيد وأن نعيق انتشار النزاع المسلح إلى أماكن أخرى في الشرق الأوسط. نشكر دور مصر على دورها في تأمين الاستقرار في المنطقة، ونطلب من المصريين، من إخواننا المصريين، أن يواصلوا جهودهم في تحرير الأسرى، لأن ما زال هناك مواطن مجري محتجز لدى حماس. أخيرا استطعنا أن نتطلع إلى القائمة الطويلة للعلاقة بين البلدين، ونحن سعداء بأن تعاوننا يندرج أيضا إلى أماكن وإلى مجالات حيوية، وهناك قصص نجاح كبيرة في التعاون الاقتصادي بيننا. اليوم وقعنا على الاتفاقية التي في إطارها اليوم هناك مفاعلين نوويين، مفاعل الضبعة ومفاعل بكش 2، أن يكون الفريق الذي يبني المفاعلين، أن يكون هناك حوار بينهما، حوار فني دائم بينهما، لأن طبعا الطرف المصري متقدم علينا في مسألة البناء. لذلك نحن نحسب حساب أن التجربة التي تراكمت هنا أن تساعدنا في تسريع عملية بناء مفاعلنا في بكش. وكذلك نحن أيضا نتوقع أن يكون هناك تكنولوجيات مجرية، طبعا هذه التكنولوجيات معترف بها عالميا، أن يمكن أن تساهم في بناء مفاعل الضبعة هنا في مصر. عندنا قصص نجاح جدية ومهمة، لأن شركة 4IG قامت بوصل وضع كابل فايبر أوبتيك، وتعمل على وضع كابل فايبر أوبتيك بين ألبانيا ومصر، وكذلك هناك قيد التحضير لاستثمار 4IG الذي سيوصل الإنترنت إلى 6 مليون منزل مواطن مصري.
في دوناكاس هناك دائما يعملون على صناعة وتحضير عربات السكة الحديد التي سنسلمها إلى مصر. ما زال هناك 374 عربة نود تسليمها في المستقبل إلى مصر من أصل 1350، والعام الماضي بعنا 19,000 بقرة رأس بقر إلى مصر أيضا، وهذا أيضا قصة نجاح تجارية. حاليا أنا أحضرت معي ممثلي ورؤساء 23 شركة مجرية سوف يجتمعون مع 104 طرف مصري، وأتمنى أن يكون إلى جانب طبعا التعاون الاستراتيجي بيننا الشركات أيضا والتعاون بين الشركات أيضا سيصل إلى مستوى التعاون السياسي بيننا. شكرا على حسن الضيافة، شكرا على الدعوة معالي الوزير، وشكرا على أن مصر دائما تقوم بجهودات كبيرة جدا حتى يصبح العالم مكان أكثر أمانا مما هو عليه الآن. شكرا جزيلا، وأدعو معالي الوزير الكهرباء لإلقاء كلمة قصيرة حول مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في مجال تكنولوجيا المفاعلات النووية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا معالي الوزير ادتنا الفرصه ديت. برحب طبعا بمعالي وزير خارجيه الدوله شقيقه، والحقيقه ان انا حضرت جزء يمكن صغير من المباحثات قبل ما نتطرق لموضوع الاتفاقيه، لكن برضو باثني على المباحثات اللي موجوده، وكان في تطابق يعني شامل الحقيقه. فانا بشكر معالي وزير الخارجيه ومعالي وزير خارجيه المجر على التعاون والتكامل اللي موجود. يعني الحقيقه ان احنا عندنا النموذج اللي احنا كنا يعني اخترناه عشان نعمل عليه المفاعل هو بالضبط زي اللي موجود في دوله المجر، والحقيقه ان التعاون بيتم عن طريق الخبرات اللي موجوده. يمكن احنا بنقول في سبق او يعني في حاجه حصلت ان احنا بنينا في مرحله متقدمه، لكن الخبرات المتراكمه في المجر الحقيقه خبرات عظيمه جدا، واحنا نقدر ان احنا نتعاون مش بس هيبقى بين الدولتين، لكن كمان للدول اللي هتكون داخله في نفس المجال ان احنا ممكن تكون متعاونه معانا، علشان دايما التعاون في المجال بتاع النووي بيبقى مجال مستمر وطويل، وفي مجالات كتيره للتعاون والتدريب ونقل الخبرات واستخدام كمان بعض المواد المستخدمه في الانتاج. فانا طبعا سعيد جدا ان انا حضرت النهارده، وبشكر مره ثانيه معالي وزير الخارجيه ان اداني الفرصه ديت. الف شكر يا فندم. شكرا معالي. عندنا الوقت محدود جدا، هناخد سؤال لسياده الوزير وسياده الوزير خارجيه المجر. استاذه رضوى السيسي جريده الجمهوريه. سؤالي لمعالي الوزير دكتور بدر عبد العاطي. يعني شاهدنا اليوم توقيع مذكره تفاهم مشترك ما بين محطه الضبعه المصريه ومحطه باكش تول المجريه. يعني معالي الوزير رؤيتكم بشان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين سواء في مجال الطاقه النوويه وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. شكرا جزيلا. كما تحدثت وتحدث أخي العزيز الوزير بيتر، هناك مجالات كثيرة للتعاون. طبعا التعاون في مجال تكنولوجيا المفاعلات النووية كما تفضل معالي وزير الكهرباء والطاقة وأوضح أن ده مجال مهم جدا. مصر بتعمل على تعزيز طبعا إمكانياتها في مجال الطاقة. مصر مركز رئيسي لتداول وإنتاج وتصدير الطاقة بمختلف مكوناتها. هناك طبعا الغاز الطبيعي، هناك أيضا الطاقة المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة، هناك الطاقة النظيفة، هناك أيضا الطاقة النووية. والعالم الآن في ضوء ما يواجهه من تحديات خطيرة بدأ يعود بقوة إلى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، خاصة في ظل معاملات الأمان العالية التي تم تحديثها. والمفاعلات المصرية في منطقة الضبعة هي على أعلى مستوى، وستسهم في توليد أكثر من 4.8 جيجاوات من الكهرباء، وبالتالي ده كله ده بيسهم في دعم عملية التنمية، وأيضا يسهم أيضا في تصدير الطاقة والكهرباء الفائضة عن احتياجاتنا إلى الخارج. نحن
نتحدث عن المستقبل، نتحدث عن مشروعات ربط مع أوروبا. هناك مشروع للربط مع اليونان بإجمالي 3000 ميجاوات، هناك مشروع مماثل مع إيطاليا أيضا، وكلها كهرباء مولدة من مصادر جديدة ومتجددة. مصر لها دور رئيسي وهي مركز رئيسي لإنتاج وتداول الطاقة، وأوروبا حريصة على التعامل مع مصر وأن تكون هي المركز الرئيسي الذي يساهم بالفعل في دعم أمن الطاقة في أوروبا، ونحن بالتأكيد حريصين على هذا الأمر وفقا لمبدأ تحقيق المكاسب للجميع. نحن نستفيد وهم يستفيدون أيضا، وهناك مجالات عديدة ترى يعني للتعاون في الاتصالات، في الزراعة، في المياه، كل هذه مجالات كبيرة للتعاون بين بلدين صديقين يحرصان على تحقيق المصالح المشتركة للبلدين. أستاذ محمد مصطفى، وكالة أنباء الشرق الأوسط. مساء الخير يا فندم. سؤالي موجه للوزير المجري. ينعقد اليوم منتدى الأعمال المصري المجري، ما هي رؤيتكم لإمكانية توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين ليشمل مجالات جديدة؟ شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. قصص النجاح التي حصلت حتى الآن، إضافة إليها هناك مجال معالجة المياه التي هي قيد التحضير الآن، هناك استثمار لشركة مجرية قيد التحضير الآن في مجال تطوير أنظمة الري في مصر، وطبعا من أجل تطوير قدرات صناعة المواد الغذائية والأراضي، خصوبة الأراضي المصرية وتوفير المياه. طبعا إن شاء الله هذا النظام الري الجديد سيتم تنفيذه في مستقبلا في مصر، وكذلك هناك أيضا مجال تعامل صناعة الأدوية المعلوماتية، الطباعة، وشركات البناء التي رافقتني إلى هنا. هذه هي المجالات التي أتمنى أن يكون هناك اليوم اتفاق بين الشركات ونظرائها، حتى في طبعا في العشر سنوات الماضية زادت بنسبة ضعف ونص التعاون التجاري، وإن شاء الله في المستقبل سنزيده أيضا.